يا اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا الدوريات الاوروبيه مولعه بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني يوم بعد يوم ومباراه بعد مباراه بتزداد الامور اشتعالا. والحقيقه يعني بشكل عام صعب نتوقع نهايات النسخه دي من كل الدوريات الاوروبيه ما عدا شويه استثناءات زي ما مثلا في حاله الدوري الفرنسي، في حاله الدوري الانجليزي، لكن ما دون ذلك صعب التكهن لان دايما في مساحه كافيه لوجود اي مفاجات او اي فريق قادم بسرعه الصاروخ من الخلف ليكون هو الحصان الاسود للنسخه دي من الدوري المعني. فتعالوا نتكلم شويه عن الدوريات الاوروبيه، وخصوصا ان كمان الى جانب السباق اللي ما بين الفرق المختلفه في كمان سباق اخر موازي ما بين المدربين، وعندنا في الدوريات الاوروبيه في النسخه دي مدربين حكايه يستحق التوقف امامهم، وبرضه نتكلم عنهم هم كمان في فقرتنا دي اللي منورنا فيها الاستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا استاذ نادر. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نهاوند. انا سعيد اني موجود معاكم والله، وصباح الخير على كل الساده مشاهدين قناه النادي الاهلي. صباح الهنا. ونخش بقى على طول على الدوريات الاوروبيه المختلفه. انا هبدا بالدوري الانجليزي بصراحه، والدوري الانجليزي من الدوريات الممتعه والقويه والغير متوقعه بشكل كبير جدا. يعني بنتكلم الموسم ده عندك ارسنال متالق، ومتالق من فتره طويله جدا ما كانش فيها متالق من 2003 2004 تقريبا. ففي دايما جديد، في فرق بتصعد، في فرق للاسف مستواها بيختفي زي مثلا ليفربول على سبيل المثال هذا الموسم رغم تألق محمد صلاح طبعا، بس ليفربول ليس الأفضل هذا الموسم. خلينا نسمع منك. طبعا الدوري الانجليزي ده حلاوه الدوري الانجليزي، وكل المتابعين بتحب تتفرج عليه ان ما حدش يتوقع النتائج. يعني امبارح بورنموث متزايل الترتيب كسب ليفربول، فالنتائج ما بتبقاش متوقع مين يكسب مين، وده حلاوه الدوري الانجليزي. ارسنال طبعا عامل حاله جيده السنه دي مع مايكل ارتيتا، بيقدم موسم مميز جدا، بيلعب كره جماعيه بشكل مميز جدا. امبارح فاز على فولهام بثلاث اهداف نظيفه، وبيستمر وبيتسع الفرق الى خمس نقاط مع مانشستر سيتي. قدم مباراه كبيره جدا خاصه تشاكه في عمليه التكمله الهجوميه. عنده توريسارد اللاعب اللي جابه في انتقالات يناير مع مارتينيلي اوديجارد، في العمل بين الخطوط كانوا مميزين جدا، وقدروا يسجلوا ثلاث اهداف في الشوط الاول. استغلوا عمليه استغلال المساحات في وسط الملعب اللي موجوده في فريق فولهام. الدفاع عندهم تطور بشكل كبير جدا، والميزه بتاعت ارتيتا وارسنال حتى لما بيخسر الكره بيحترم الخصوم، والكل بينزل يدافع تحت الكره. تلاقي الفرقه بتدافع بشكل جيد وبتحترم الخصم بشكل كبير جدا. وجود صليبه مع جابرييل ادى قوه في الدفاع وصلابه بشكل كبير جدا، فارسنال بيمر بشكل مميز جدا. رائع جدا. يعني دلوقتي معظم الفرق الانجليزيه حصل فيها تطور ملحوظ في النسخه دي من الدوري او البريمير ليج ما عدا ليفربول، تراجع يعني عجيب في رايك. بالمناسبه ايه سر التراجع ورا ليفربول في النسخه دي بصفه خاصه؟ يعني مشكله ليفربول ان الفرقه كلها دعمت، تشيلسي دعم بصفقات كثيره جدا وصرف فلوس، ارسنال دعم بناشئين بشكل جيد جدا وفي مشروع لارسنال، كذلك طبعا السيتي عنده فرقه مميزه جدا وسكواد عالي 30 لاعب مميزين جدا، عكس ليفربول اللي اكتفى بال 16 17 لاعب. ودي مشكله ان كان لازم يجيب انتدابات وصفقات. ليفربول عنده مشكله كبيره جدا واضحه في وسط الملعب، فيرمينيو وفابينهو وهندرسون وحتى هيرفي اليوت، يعني لعيبه الجوده بتاعتها محدوده مع احترامي ليهم. طب عدم جلب صفقات جديده دي رؤيه جهاز فني ولا دي امكانيات فريق محدوده؟ لا اعتقد رؤيه الكلوب اللي هو ما فكرش يجيب صفقات واكتفى باللي عنده بال 15 لاعب. حتى لما راح لساديو ماني التركيبه الهجوميه لسه ما فيش انسجام وتناغم ما بينهم، سواء نونيز او جاكبو. جه فتره اتصاب دييجو جوتا، الدفاع مش في احسن حاله السنه دي. فان دايك بيعمل اخطاء بشكل كبير جدا مع كونيتي. كان قوه ليفربول عمليه الضغط، والضغط العكسي بيعملها بشكل جيد، افتقد لهذه الامور. حتى السرعه في افتكاك الكره برضو افتقدها بشكل كبير جدا، شفناه في لقاء بورنموث. مشكله ليفربول اللي هو ماشي على سطر وبيسيب سطر، فاز على مانشستر يونايتد 7-0 قلنا بقى يستمر في الاداء وهيبقى في رده فعل ايجابيه، ولكن جه بعد كده خسر من بورنموث. قوه ليفربول كمان في الاطراف، سواء روبرتسون من ناحيه الشمال او ارنولد من الناحيه اليمين، وبيعملوا ربط مع الجناح اللي قدامهم. السنه دي في هبوط فني واضح، كمان في مشكله ذهنيه واضحه في فريق ليفربول، بيفتقد التركيز في معظم المباريات. طيب حل ده ايه؟ ما احنا ليفربول تحديدا معلش هنقف عنده شويه لان اكيد يهمنا عشان محمد صلاح طبعا. فحل ده ايه برضو من وجهه نظرك يا نادر؟ يعني انت بتشوف مستوى متذبذب زينا كلنا شايفين ان المشكله هل هي تقع على يورجن كلوب ولا تقع على محمد صلاح زي ما كان الناس بتحمله هو النتيجه، ولا بتقع على ان فعلا ما فيش صفقات وبعد رحيل ساديو ماني المستوى كان في هبوط ملحوظ؟ يعني الحل ايه برضو؟
يعني انا شايف ان 7 سنين كلوب مع ليفربول يعني بيقول لك السبعه دايما عنده فيها شؤم او بتبقى سنه مش حلوه يعني، فاعتقد يعني كل الافكار جابها مع لعيبه ليفربول واللعيبه، بحس برضه في بعض الاوقات اللي هم يعني تشبعوا وحققوا الدوري والابطال ما فيش دوافع جديده، يعني كلوب ما بقاش يخلق الدوافع الجديده. لكن طبعا صلاح يعني خلينا نعترف ان هو في تراجع في المستوى والارقام والاداء، ولكن متاثر بمستوى ليفربول ككل، ولكن مع ذلك بيحقق ارقام قياسيه. سجل في القمه مانشستر يونايتد هدفين وصنع هدفين، دلوقتي هو هداف دوري ابطال اوروبا. فرغم تذبذب مستوى اداء ليفربول، لكن محمد صلاح يعني في الفتره الاخيره تحسن بشكل كبير جدا، وهو مسجل 11 هدف كمان. محمد تطور في عمليه اللعب بين الخطوط وبقى يصنع لعب اكتر من تسجيله للاهداف، كمان بيقوم بدور دفاعي بشكل كبير جدا، وبنشوف في الثلث الدفاعي لفريق ليفربول وبيعمل مسانده دفاعيه. فمحمد صلاح يعني رغم مستوى ليفربول لكن بيمر بشكل جيد في الفتره الاخيره. محمد صلاح عنده دايما قدره على تطوير نفسه الحقيقه، ودي من اهم الخصائص اللي موجوده فيه كلاعب محترف. لكن ما هو الحال المايل ده انجاز التعبير لليفربول، بطبيعه الحال لازم هيبقى له انعكاسات سلبيه على محمد صلاح، يعني الوضع العام بتاع الفريق اكيد معطل محمد صلاح. ففي ضوء اللي انت شايفه النسخه دي من البريمير ليج في الموسم ده، ابتدينا كمان مؤخرا نسمع كلام عن احتماليه انتقال محمد صلاح لدوريات اوروبيه مختلفه. بس صعب قبل الانتهاء بتاع العقد بتاعه 25. ماشي، بس ده ما منعش ان في ناس برضو تتكهن نتيجه الحال الوضع اللي مش مظبوط ده. ما هو برضو صلاح عايز يكمل في المشوار وعايز يزود في التالق، فده مش متحقق قوي في الوضع الحالي. فرايك ايه اللي هيحصل مع محمد صلاح الفتره اللي جايه؟ يعني انا شايف محمد صلاح هيقضي السنه دي مع ليفربول بالمستوى ده، واعتقد هيبقى كده كده عقده لغايه 25. اعتقد هيبقى فيه تدعيمات لفريق ليفربول في السنه القادمه والموسم الجديد، وانا شايف لمحمد صلاح ان هو يفضل في فريق ليفربول. خلاص لاعب حقق كل الانجازات، الجماهير هناك بتحبه وعمل اسم فريق ليفربول، مع احترامي يعني حتى لو راح برشلونه والريال انا شايفه يفضل في الليفر برضه فريق ما يقلش جماهيريه ونادي كبير جدا عن ما يقلش عن برشلونه والريال. فانا شايف ان هو هيكمل الموسم زي ما هو ماشي كده، و بدايه الموسم بقى يبقى فيه تدعيمات، والاداره لازم تبص بشكل كبير جدا في عمليه الانتداب. وان ما عملوش تدعيمات جديده الفتره اللي جايه، يعني هتبقى الامور صعبه جدا، واعتقد محمد صلاح يعني مش هيرضى بالموقف ده، خاصه اللي هو بيبص وعنده طموح كل يوم بيخلق لنفسه الدافع، بيبص طبعا للكره الذهبيه. فانا اعتقد لو استمر بهذا الاسلوب وعدم الانتداب ممكن يفكر بقى ساعتها في الرحيل او يفسخ العقد ولا حاجه. طب لو هنتكلم شويه، بما ان احنا اتكلمنا عن يورجن كلوب يعني مع ليفربول، تعال نروح لبرشلونه وتشافي، وبرده نتكلم شويه عن هذا التالق. ارتيتا برده مع ارسنال، عاملين دول من المديرين الفنيين اللي عاملين طفره يعني بعد التراجع تحديدا مع برشلونه، لقيت دلوقتي في شغل كويس. حتى لما ليفاندوفسكي مش بيشارك برده الفريق ما بقاش فريق النجم الواحد بعد رحيل ميسي، خلينا نقولها، لا بقى في فريق كويس. فبرده ده بتشوفه نجاح ازاي لارتيتا؟ طبعا تشافي جه بعد رونالد كومان، الفريق كان سيء جدا مع المدرب كومان. تشافي جه، طبعا تشافي لعيب مميز جدا ايام ما كان لاعب، جه بصمته الفنيه وضحت على الفريق، في شغل واضح تكتيكي، في التزام كمان، عنده مرونه خططيه. كان معروف عن برشلونه اللي هو بيلعب تيكي تاكا واستحواذ وفرض اسلوبه في وسط الملعب، لكن في لقاءات مثلا زي ريال مدريد كان بيلاقي الفريق بيتراجع تحت الكوره وبيحترم الخصم وبيلعب على الكونتر اتاك. وسط الملعب عنده مميز، بوسكيتس تطور بشكل كبير جدا، كمان تطور ديونج لما بيلعب بيبقى فيه ريفيجن بشكل مميز جدا. طبعا جافي وبدري مميزين وهم مستقبل وسط الملعب في برشلونه. رافينها امبارح قدم مباراه كبيره طبعا قدام اتلتيكو بلباو، وفي فيران توريس، في اصابات لديمبيلي طبعا، الدفاع مميز جدا بقياده كريستينسن. فمميز جدا تشافي مع برشلونه، وهو دلوقتي متصدر الدوري بفارق 9 نقاط، فارق مريح جدا اللقاء القادم، حاجه غير مسبوقه طبعا. فارق مريح جدا اللقاء القادم قدام ريال مدريد، الند بتاعه، فلو كسبه يبقى 12 بونت بنسبه كبيره كده، ممكن يكون 90% الدوري لبرشلونه. على ذكر ريال مدريد، فكرك بعد المباراه التاريخيه اللي اكيد كل محبي وعشاق ليفربول بصفه خاصه مش هينسوها، ولا المان يونايتد كمان السباعيه الشهيره اللي انتصر بيها ليفربول على مانشستر يونايتد، فكرك ان هي ممكن تخلق دافع قوي وكافي للتغلب على ريال مدريد في ماتش الاياب في دوري الابطال؟ طبعا الريال ليفربول في الدوري يعني مستواه يعني زي ما احنا قلنا بيمشي على سطر ويسيب سطر، لكن في دوري ابطال اوروبا السطر الاخراني كان زي الفل.
طبعا سبعة صفر ممكن يقدر يبني عليها وتبقى دوافع للعيبه قدام ريال مدريد، خاصه اللي هي بطوله مختلفه عن الدوري، فممكن طبعاً يقدر يخلق دوافع. ولكن ما ننساش برضو ان فريق ريال مدريد مش الفريق السهل اللي هيخسر على ملعبه مثلا ثلاثه، لكن هيكون مباراه جيده جدا. يعتبر فيه بين الفرقتين ريال وليفربول مشاكل دفاعيه متشابهه، لكن الاختلاف بين الفرقتين ان ريال مدريد بيتفوق في عمليه وسط الملعب، عندهم توني كروس ومودريتش وتشاوميني بيتحكموا في ايقاع اللعب بشكل جيد، عكس مستوى ليفربول ان جوده اللعيبه في وسط الملعب محدوده جدا وقليله. فده ممكن اللي يتفوق فيه ريال مدريد، عندهم طبعا جولين فينيسيوس في الجناح الايسر معامل شغل جدا مع بنزيما، فهتكون لقاء مميز جدا، وهنشوف اهداف برده من الفرقتين، هيبقى في لعب مفتوح بشكل كبير جدا. ولكن انا شايف ان الريال بخبرته هيكون هو الاقرب للتاهل. يعني بص، في حاجات برضو يعني دوريات زي مثلا، خلينا نروح للدوري الإيطالي على سبيل المثال، برضو الدوري الإيطالي مش متوقع، يعني نابولي متألق جدا، فبرضو ده بتشوفه مش هقول تذبذب، بس الاختلاف في الصدارة وفكرة برضو كل موسم بيطلع لك بطل جديد أو فريق بطل جديد، ده ترجمه كقوة للدوري الإيطالي أو محاولة العودة مرة تانية للقوة اللي كان عليها زمان؟ طبعا الدوري الايطالي في اخر التسعينات كان هو رقم واحد طبعا في المتابعه، ودوري قوي جدا. اخر سنتين او ثلاثه في تدعيمات قويه جدا، شفنا اي سي ميلان بقى يرجع على الساحه، انتر ميلان تحسن، اي سي ميلان ايام باولو مالديني طبعاً كان حكايه ثانيه يعني، مع ستيفن بيولي عاملين شغل مميز جدا وفي تدعيمات بشكل كبير. طبعا نابولي انا بالنسبه لي افضل فريق كره قدم في العالم في الدوريات الخمسه الكبرى، بيقدم كره مميزه جدا مع المدرب سباليتي، عندهم تركيبه مميزه جدا في خط الهجوم، شايفين طبعا فيكتور اوسيمين وكفارتسخيليا ثنائيه مميزه جدا، كفارتسخيليا ده هيبقى هو القادم والمستقبل في كره القدم. وسط الملعب بتاعهم كمان مميز، لوبوتكا وبولوتانو وزيلينسكي، طبعا لوبوتكا رقم ستة، ممكن المتابعين لما نقول رقم ستة ده هيبين اللي هو محور دفاعي وخلاص، بيستخلص الكره من المنافس وبيفسد الهجمات، لكن لاعب مميز جدا، عنده لمسه ابداعيه، بيقدر يتقدم من الامام وبيساعد الفريق في بناء الهجمه بشكل كبير. ما ننساش طبعا دور حارس المرمى ميريت، والدفاع عندهم امير الرحمن وكيم، فالفريق بصراحه متكامل وبيقدم كره قدم رائعه، فريق يعني وصل لدرجه كبيره، وصل لدرجه كبيره من النضج التكتيكي. صح. طيب لو رحنا بقى للدوري الفرنسي، نقدر نقول ان الدوري الفرنسي هو دوري القطب الاوحد اللي هو باريس سان جيرمان، من منطلق انه تقريبا هو يعني الفريق المهيمن على مجريات الامور في النسخه دي من الدوري، ولا انت ليك رؤيه مختلفه؟ لا طبعا دي حقيقه، الدوري الفرنسي انا بالنسبه لي يعني غير مصنف، ممكن مثلا الخامس او السادس، مع احترامي طبعا دوري ضعيف جدا. الفريق الوحيد بس هو باريس سان جيرمان بتدعيماته القويه بيقدر ياخد الدوري سهل جدا، ممكن ياخد الدوري كمان بدون ميسي ومبابي، فسهل جدا. ولكن مشكلتهم مهما يعمل تدعيمات وبيصرف فلوس ويجيب اعظم اللعيبه، عنده مشكله جدا في دوري الابطال وبيفشل في التاهل وحصد اللقب. ليه بقى في رايك؟ ليه؟ انا شايف رغم وجود يعني فريق مدجج بكل الاسلحه دي والكروت الرابحه دي، ايه اللي يمنعه؟ انا شايف مبدئيا كده عندهم مشكله في تكوين الفريق، مش يعني مش شرط تجيب نجوم عشان يحصدوا البطولات، ما تجمعش نجوم في فرقه واحده وتطلب منهم مثلا بطوله، عندهم مشكله كبيره جدا، نتج عن ده مشاكل في الاول كمان في فتره، عندهم مشكله كبيره جدا، كله باصص لنفسه طبعا. عندهم مشكله في عمليه الرده الدفاعيه، مين اللي هيجري، مين اللي هينزل يساعد في وسط الملعب، كلهم نجوم برنسات بقى مش هيطلعوا، دي حقيقه. فمشكله يعني ممكن وجود اكتر عدد من نجم في فرقه واحده يضر الفرقه اكتر ما يفيد الفرقه، وانا شايف ده النقطه الواضحه. كمان وجود مدرب يعني كريستوفر جاليتيه، مع احترامي ليه يعني مالوش اسم كبير، انا شايف عشان ياخدوا دوري ابطال اوروبا يبصوا في الانتدابات بشكل جيد، ويبقى فيه بجد فرقه، تكوين فرقه افضل من كده. ثم برضه عايزين مدير فني ذو شخصيه قويه جدا عشان يعرف يسيطر على النجوم اللي عنده دول كلهم. طبعا دي نقطه مهمه، يكون مثلا واحد زي زيدان نجم كبير جدا يقدر يسيطر على اللعيبه اللي موجوده، وتكوين الفرقه يكون افضل من كده بشكل كبير جدا، ويبقى فيه التزام واضح. انا بتفرج على باريس سان جيرمان بحس الفريق بدون نظام لعب واضح، وفريق اقرب الى الاداء العشوائي، او يعني كل اسم من الاسماء بيحاول ان هو يلعب اكتر فردي، يعني ما بنشوف الطابع الفردي اكتر من الطابع الجماعي، انا بشوفها كده برضو. بس ده ممكن يروحنا او يودينا، لان فاضل 3 دقايق وبرضو السؤال ده مهم، بالمستوى اللي عليه باريس سان جيرمان سواء في الدوري الفرنسي اللي هو لا يحسب، يعني انت بتكسب نفسك، وعلى الصعيد الثاني على دوري الابطال اللي هو متراجع بشكل كبير جدا رغم كل التدعيمات والارقام الكبيره جدا اللي بيتم صرفها، يعني هل ده ممكن نقول بقى ك
الموضوع ليه ميسي عليه هنا برضو علامة استفهام، أو مش أفضل مكان لميسي لإنهاء مسيرته؟ خلي بالك ميسي دلوقتي تقريبا 35 تيرنينج، يعني 36، فأكيد هو بيفكر في مكان أفضل ينهي بيه المسيرة بتاعته، فبتشوف ده إزاي؟ طبعا ميسي ترك برشلونه وراح باريس من اجل دوري ابطال اوروبا، ولكن ولم يحقق، ومع ذلك برضه فشل. فبعد الفشل ده ممكن يفكر ميسي في الرحيل، خاصه اللي هو عقده ينتهي في الصيف المقبل ويبقى لاعب حر يستطيع يروح اي نادي. كمان في تقارير صحفيه قال لك الهلال وقال لك حاجات ويروح انتر ميامي في الدوري الامريكي. في تقارير فرنسيه بتشير كمان ان اللاعب ميسي لا يريد استكمال مسيرته مع فريق باريس سان جيرمان. الاداره كمان بتقعد معاه وعايزين يجددوا معاه، ولكن هو يعني مش حابب الموضوع، خاصة طبعا هو كان جاي عشان دوري الأبطال طبعا. فشل في الهدف الرئيسي، وطبعا الدوري الفرنسي يعني هو خد دوريات كتيرة طبعا، فمش هتفرق معاه صحيح. عملية الدوري الفرنسي. احنا وقتنا للأسف خلص، يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا، جزيل الشكر نورتنا، ونشوفك على خير بإذن الله. ربنا يخليك يا أستاذ كريم، أنا سعيد والله. ربنا يخليك يا أستاذ روان، أنتوا عاملين حالة جيدة في البرنامج، وأنا واحد من المتابعين طبعا، وسعيد إن أنا موجود معاكم في قناة مدينة العظيم. شرفنا يا نادر، وبجد قراءة متميزة حقيقي، مش بجاملك والله. ربنا يخليك يا نورتنا. هنروح فاصل وهنرجع بعد كده مع حضراتكم، بس هتبقى فقرة مسجلة زي ما نوهنا في بداية الحلقة، ودكتور باهر وفقرة معاه، ونشوفكم أنا وكريم بإذن الله بكرة حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.